أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن منتخب مصر وعن إصابة إمام عاشور القوية ونهاية موسمه رسميا مع النادي الأهلي. الحقيقة الفرحة ما كملتش، يعني بعد الأداء المميز للمنتخب الوطني مع الكابتن حسام حسن في أولى مبارياته الفرحة ما كملتش، وإصابة نجم النادي الأهلي ونهاية موسمه رسميا. لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في بداية الأمر عايز أبارك للكابتن حسام حسن وجهازه الفني بالفوز على نيوزيلندا 1-0 وأداء يعني الحقيقة بأن فترة طويلة جدا جدا ما شفناش أداء المنتخب الوطني بالشكل ده، ما شفناش الروح، ما شفناش الضغط العالي اللي نفذه النهاردة الكابتن حسام حسن. وزي ما قلنا قبل كده ان منتخب مصر مش عايز غير المدير الفني الوطني. عاجل جدا، اصابة قوية جدا لنجم النادي الاهلي ومنتخب مصر امام عاشور، اصابة قوية جدا جدا في الكتف بالخلع، والكل بيقول ان الاصابة دي هتغيب او هيخلي امام عاشور يغيب عن النادي الاهلي لمدة لا تقل عن 3 اشهر اقل حاجة. ولكن عزيزي المشاهد اللي احنا شفناه النهاردة عيب وقلة ادب وعدم احترام. شفنا النهاردة جمهور الزمالك ازاي فرحان في اصابة امام عاشور، شفنا خالد الغندور النهاردة على صفحته الرسمية على فيسبوك طالع يشمت. بتشمت في ايه يا كابتن؟ بيشمت في الكابتن المتألق والمبدع امام عاشور، طالع يقول علشان طلع مع رامز وقال كلام كذب، كلام مش من قلبه، ربنا عمل فيه كده، ربنا عمل فيه ايه النهاردة؟ يا جماعة احنا اول مرة نشوف شماتة بالطريقة المؤذية دي. جمهور الزمالك شمتان في امام عاشور بطريقة غريبة وعجيبة. يا جماعة ده كتفه اتخلع تمام، او كسر في الترقوة، او الترقوة اتكسرت، يعني الموضوع صعب، زيه زي رضا سليم اللي الإصابة حصلت له في النادي الأهلي. مش عايزين ننسى إن إمام عاشور هو سبب ركلة الجزاء اللي جابها مصطفى محمد النهاردة صاحب هدف الفوز النهاردة وصعود منتخب مصر للنهائي في البطولة الودية. يعني ممكن يغيب حوالي 4 شهور أو 3 شهور أو 5 شهور، يعني على حسب حجم الإصابة. إصابة قوية جدا جدا، يعني امام عاشور على ما اعتقد مش هيكون موجود مع النادي الاهلي في الموسم ده، الموسم ده بالنسبة له خلص. بالنسبة لامام عاشور انا معرفش، لعيبة الاهلي هي اللعيبة الوحيدة اللي بتتصاب مع المنتخب المصري. ليه؟ هقول لكم، لان لعيبة النادي الاهلي هي اللعيبة الوحيدة اللي عندها روح في الملعب، لان لعيبة اتربت داخل جدران النادي الاهلي على الغيرة، لعيبة اتربت على الغيرة، لعيبة اتربت على روح الفانيلا سواء للأهلي أو للمنتخب. اشمعنى كده يعني؟ اشمعنى ان لعيبة الأهلي بس اللي بتتصاب؟ يعني عندك محمد الشناوي انصاب، وقاد النهاردة امام عاشور، لكن الصراحة يعني ده اللي النادي الأهلي بياخده من المنتخب المصري، هو ده اللي الأهلي بياخده من المنتخب المصري. ولكن اللي حصل النهاردة من جمهور الزمالك حاجة في منتهى الاستفزاز. حابب اوصل لهم رسالة، بقول لهم عيب لما تشمتوا في لاعب كرة قدم بالطريقة دي. اللاعب ده عمره ما غلط في الزمالك، ولا عمره قلل من الزمالك، ولا عمره قال كلمة وحشة على الزمالك. طلع مع رامز جلال حلقة النهاردة اللي اتذاعت النهاردة، قالك انا اهلاوي ما فيش اي مشكلة وبحب جمهور الاهلي، ولو رجع بيا الزمن هختار النادي الاهلي. فين الغلط؟ فين الغلط اللي غلطه في الزمالك علشان حضرتك النهاردة تشمت في امام عاشور وتضحك وتهزر وتقول ان شاء الله سليمة ويرجع بعد سنة، وتقول كلام طريف وظريف وعجيب وغريب؟ بصراحة مشهد لا يليق بالجماهير المصرية خالص. يعني الواحد اللي بيسمعه دلوقتي يعني على المواقع السوشيال ميديا على فيسبوك او تويتر كان بيستغرب
بيستغرب من الجماهير الزملكاويه، بيستغرب من الاساطير الزملكاويه، اللعيبه اللي قبل كده بتنشر صور على امام عاشور وبتشتمه بطريقه غريبه وعجيبه. بجد يا جماعه عيب عيب، ده احنا في شهر مبارك، احنا في شهر رمضان. عيب اللي حصل النهارده، عيب اللي يحصل من الجماهير الزملكاويه، عيب اللي حصل من خالد الغندور. واحنا من هنا بنقول ان شاء الله بعون الله امام عاشور يعود في اقرب وقت ممكن، وان شاء الله هتكون الاصابه بسيطه يعني مش قويه، ويرجع في اقرب وقت بعون الله امام عاشور النهارده اللي عمل ضربه الجزاء زي ما قلت لكم، اللي كان سبب فيها، اللي القدر حط فيها مصطفى محمد ان هو يسجلها، وقدر ان يسجل هدف الفوز بسبب ضربه جزاء امام عاشور. امام عاشور اللي كان افضل لاعب مع المنتخب الوطني في بطوله كوديفار، بطوله الامم الافريقيه، ومع ذلك اتصاب. امام عاشور اللي النهارده اللي من بدايه المباراه افضل لاعب في المباراه، ومع ذلك انصاب، افضل لاعب في المباراه قبل ما يتصاب. ولكن انا واحد من الناس زعلت جدا 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 عليه، زعلت جدا لما شفته هو بيبكي من الاصابه، وهو عارف ان الاصابه دي هتطول معاه شويه، زي رضا سليم وزي الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، وزي ناس كتير، زي ناس كتير. نتمنى ليه كل التوفيق ويرجع، وربنا يشفيه ويرجع بالسلامة لبيته والأهل والمنتخب وللنادي الأهلي، ويرجع مرة أخرى علشان يكون موجود في صفوف النادي الأهلي، في صفوف النادي الأهلي. عزيزي المشاهد، عشان تصدقوني لما أقول لكم إن أنسب مدير فني للمنتخب الوطني هو الكابتن حسام حسن، علشان تصدقوني أول مرة أشوف الروح اللي موجودة في المنتخب الوطني دي من سنين. أول مرة لما بتكلم على منتخب مصر ما بتكلمش وأقول منتخب صلاح، لأ، النهاردة بقول منتخب مصر، منتخب الرجالة. شفت محمد حمدي الباك الشمال، شفت أداؤه مع فيتوريا كان عامل إزاي، شفت النهاردة كان عامل إزاي، شفت مروان عطية أفضل لاعب في المباراة اللي فيتوريا كان مستبعده من المباريات، شفت رامي ربيعة اللي فيتوريا ما كانش بياخده، شفتوا محمد حمدي النهارده بيقدم اداء كبير، شفتوا قفشه اللي كان دايما بيروح المنتخب كانه يعني زائر ولا بيلعب ولا بيشوف الملعب، شفتوا يا جماعه، شفتوا الاهلي لما بيلعب بروح، قصدي منتخب مصر لما بيلعب بروح، شفتوا لما بيبقى عندنا مدير فن وطني، مدير فن ما يفرقش معاه مين يلعب ومين ما يلعبش، شفتوا هو ده منتخب مصر، هي دي النتيجة، هي دي النتيجة. علشان لما نقول للمسؤولين ان المدير الفني الوطني انسب مدير فني للمنتخب يصدقونا. احنا السبع بطولات اللي خدناهم كلك كانوا مع مدير فنيين وطنيين، كابتن حسن شحاتة والكابتن محمود الجهري. انا بقول لكم حسام حسن هيعمل تاريخ مع منتخب مصر، اللي انا شفته النهاردة اداء رجولي، أداء مشرف، لعيبة ما بتخافش، لعيبة بتضغط ضغط عالي. ولكن المباراة اللي جاية هي الفيصل، أتمنى اللي احنا نلعب المنتخب التونسي، تبقى نهائي عربي يعني أصيل بين مصر وتونس بإذن الرحمن. في النهاية صديقي أتمنى من كل قلبي أن كلكم حضراتكم تدعوا بالشفاء العاجل لإمام عاشور، ويرجع سريعا للملاعب لأنه لاعب مهم جدا خصوصا للنادي الأهلي أو لمنتخب مصر. ألف مليون سلامة لإمام عاشور، ومليون مبروك للكابتن حسام حسن، وضربة بداية مهمة مهمة جدا للتوأم مع منتخب مصر. بشكرك يا صديقي أنك كملت معايا الحلقة للنهاية، أشوفك على خير، مع السلامة.